بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض
الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة وَالْأُولَى
ربكم نارا تلظى لا يصلاها إلا نشقى الذي كذب وتولى وسيجنب ونتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك ارجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
اكتسب سيصلى نهرا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الإسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان اللهم شفع فينا القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم اجعله شفيعا لنا لا علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار حجابا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعفاف والتقى والغنى عن الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعتق رقابنا من النار. 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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم حرم وجوهنا عن النار. اللهم حرم وجوهنا عن النار يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق إلهنا إن ذنوبنا قد عظمت وكبرت. اللهم
اللهم إن الذنوب قد كثرت وعظمت، فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وعاف كل مبتلى من المسلمين، واهد كل ضال من المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك من قلوبنا يا إلهنا، فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ان اخوانا لنا قد مسهم الضر، وانت ارحم الراحمين. اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام في كل مكان، ودمر اعداءك اعداء الدين في كل مكان. اللهم فرج عن اخواننا المصريين، وفرج عن اخواننا الفلسطينيين، وفرج عن اخواننا السوريين. اللهم فرج عن اخواننا المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم جميع الموتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين لك موحدين. اللهم ارحمنا إذا عصرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا عصرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا تحت القبور وحدنا. اللهم ارحمنا تحت القبور وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اصلح بهم وعلى أيديهم. اللهم اصلحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور طريقهم. اللهم ارزقهم المسكن الطيب والعمل الطيب والزوجات الصالحات. وارزقهم اللهم باءة الزواج. اللهم رد بشباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم هداة للمهتدين. اللهم اصلح بنات المسلمين. اللهم اصلحهن واجعلهن من المسلمات المؤمنات المتقيات المتحجبات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين. اللهم ارزقهن أجوازا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ملك البلاد وقائدها إلى الخير وأعنه عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه. وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.